يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم محمد، فهل ينطبق ذلك على مثل الشكر، كأن أقول أشكر الله وفلان أو أشكر الله ووالدي، أم لا بد من ثم؟ لا، تأتي بثم أشكر الله ثم أشكرك، هذا الذي عليه العمل الآن، أشكر الله ثم أشكركم على كذا وكذا، ما تجمع بين الله والمخلوق بالواو. نعم.